أبدأ من طمة، وطمة الحقيقة فيها عدد كبير من العلماء، يمكن أذكر منهم الشيخ الأزهر الإمام الأكبر الإمام الأكبر الدكتور طنطاوي. فطمة لها تأثير كبير عندي. هذا التأثير بدأ من سيرك الحلو. كان زمان يجي وإحنا أنا طفل صغير، يجي كل سنة يجي سيرك الحلو ده ينصب قبل ما يبقى تبع الدولة، يروح سوهاج، يروح سوهاج طمة مركز من مراكز هذه المحافظة، وكانت مديرية يمكن أيامها، ينصب السيرك بتاعه ويعمل يعني سور خشبي ضخم جدا ومدرجاته وكله. فمن هنا بدأ انبهاري بالفن. أيضا كنا بنعمل حفلات، وانا فاكر وانا صغير، في حفلات عن شخصيات تاريخيه تمثل وغيره، ويمكن برضو الحكواتيه اللي هم بيقولوا سيره الهلاليه او غيرها كان بيجوا عازف الربابه، وما زال موجودين الى الان. حافظين عن ظهر قلب يا دكتور ابو الحسن هناك، نعم، خاصه في صعيد مصر، حافظين السيره الهلاليه دي حفظ، ويمكن بيختلف شكل البطل عن في ابو زيد الهلالي، في يعني الزير سالم، يعني كل واحد ليه تصور عن البطل في السيره. هو لانه فن شعبي فيبقى يضاف له او يحذف منه دون ان نعرف من الذي اضافه ومن الذي حذف، انما لمواتاه لكي يواتي ذلك البيئه نفسها. لكن لم يكن عندي الصعيده يمكن لفترة كبيرة، يمكن على أيامي، غير الراديو وغير مثل هذه الوسائل اللي بيتجيلهم لما يبقى في فرح فيجيب الحكواتي ده أو الراوي أو عازف الربابة، لما يبقى في مولد موالد للمشايخ الكبار أو ما شابه يعني. فهو ده كان الحقيقة متنفس، فيبقى الواحد تشبع بده. فلما نيجي بقى الإسكندرية، أولا كمان حلقات الذكر، لأن أنا والدي كان شيخ طريقة شاذلية، ولذلك سمانا ابو الحسن الشاذلي. انا حتى وانا لسه بقدم خايف يعني اقول ابو الحسن الشاذلي. لا لا بالظبط، هو كان الجليل يعني ابو الحسن الشاذلي. الله يرحمه كان لا يناديني الا بالشاذلي، يا شاذلي فقط، لانه كان اروح معاه وانا صغير حلقات الذكر دي الشاذليه، اصلي معاه الفجر حاضر في الجامع، كان قريب من البيت، اصوم وانا صغير جدا. لكن لما رحت اسكندريه طبعا الامر اختلف خالص، لاني ما ان تدخل في عالم الثقافة وعالم الفن إلا وتجد بقى الأمور تعددت وتغيرت والثقافات تراكمت. وهي اسكندرية، يعني اسكندرية تحديدا، وهي الاسكندرية بلد أبو العباس وبلد ياسر، من أبو الحسن الشاذلي إلى أبو الحسن الشاذلي المرتب أبو العباس. ثم إنه معنا بنقرأ في كتاب ضخم للأدب العربي بروكلمان، فاكتشف إنه هناك كان شاعرا أندلسيا كان الزاهد الفقيه العالم الشاعر أبو الحسن سلام. وفاجأ حتى كان دكتور عشمان الله يرحمه لفت نظري إلى هذا، فقال لي يا شاذلي أنت شاعر كبير كذا، لم أكن أعلم. لكن فلما رجعت وجدت، فما مش عارف هل ده استنساخ ولا إيه، يعني الواحد تبقى إيه إلى حد. دايما في أقدار سعيدة، هو قدر سعيد. نعم طبعا ارتباطي بالفن، انا كان اشتري كتب، يعني اقعد على رصيفه هنا وهنا، وبعت الكتب، كان منتشرين زمان على الحواري يعني في اماكن عامه يبيعوا كتب على المتجولين، اشتري الكتب دي مسرح واتقبطها واروح احضر فرق للهواة وكده. فيجي المخرج يقول لي مثل، اقول له لا معلش يعني سيبني ايه شويه، سيبني شويه شويه، دي تقعد مثلا 3-4 سنين. فبقت المساله في كمون، يعني كان انا بمتص الامور. وبعدين فجاه مره واحده يعني الواحد ابتدى يلاقي نفسه قادر الان ان يعبر، فبدات اخرج للهواة يعني من هنا المساله. بس هي بدات بالقراءه وبدات بالفرجه. يمكن التدريس الأكاديمية التخصص أضاف أبعاد مختلفة على الرؤية وتكامل الرؤية عند دكتور أبو الحسن. لا شك، لأنه طبعا يتوج أي موهبة تتوج بالدراسة وبالعلم. فقبل الدراسة والعلم طبعا كان في نهم شديد جدا للتحصيل الثقافي والذوقي والجمالي، يعني كنت فاكر الراديو بتاعي وأنا كنت لسه يعني شاب عازب قاطع الدبارة بتاعته على البرنامج الثاني الإذاعي اللي هو دلوقتي اسمه البرنامج الثقافي،
ما بسمعش حاجة على الإطلاق غير هذا البرنامج، فطبعا منه تعلمت كثيرا جدا البهاء طاهر لما كان بيخرج مسرحيات افتكر يوم الثلاث، وغيره من الأساتذة الأفاضل طبعا. فلا شك أنه ده كله يعني عمل خلفية ثقافية إلى حد كبير وذوقية. بعد ذلك طبعا لما درست طبيعي انه هذا العلوم او انه ايه تتحول عندي مسألة الموهبة ومسألة التحصيل المعرفي والثقافي الى مسألة تأصيل، يعني بدأ التأصيل بعد ما تم تحصيل، فمن هنا وجدت نفسي تحصيل وتحصيل. نعم. العملية تعوزها موهبة ودراسة، ما ينفعش يكون دارس فقط او يقف عند حدود الكتاب وحدود المحاضرة فقط. يعني ما هو التفرد عايز دراسة. يعني ممكن جدا يبقى هو موهوب 24 قرات، لكن موهوب بالخبرة، موهوب بالممارسة، موهوب طبعا في الاول، يعني او انه يعني يثقل هذه الموهبة الربانية بالخبرة وبالممارسة. لكن اذا اراد ان يتفرد لابد يبقى عنده قدرة على التحليل، انه يحلل دوره، يحلل العمل اللي هيخرجه، يحلل حتى الفكرة. بلا تحليل لا يمكن ان يصل اطلاقا الى تجديد او الى تعميق. يعني من خلال فكرة دكتور ابو الحسن واطلالاته المسرحية، طمة واسكندرية، هل طمة اختفت من عالم دكتور ابو الحسن اثناء الفكر المسرحي اثناء الفكر الاكاديمي، ام ظلت موجودة؟ وهذا سيعطيني بداية لسؤال بعد ذلك. الطمة بتظهر احيانا بس قليلة، بس لم تختفي ابدا. لم تختفي. انا اذكر كان بحكم مسرح في انا وانا راجع في القطار، فكان كنت متشوق بشده ان اشوف البلد دي شكلها ايه. القطر ما بيقفش طبعا، ديزل ما بيقفش، لكن متشوق طبعا معالم الدوله على المحافظه نفسها. بعدين بيقف على الركاب بس ولا بيقف على لكن وجدت نفسي في القطر بقى انا بعمل مونودراما شعريه، يعني زي قصيده مطوله بشكل مونودراما. حكواتي في قطر الصعيد ونشرت في جورنان التجمع، نشرت على كم حلقه لانها مطوله. واحد حكواتي في قطر الصعيد، فبحكي بقول ذكرياتي ومش عارف حصل ايه والقطر ما وقفش فين وعمل ايه، يعني بكتر ذكرياتي القديمه. أيوة. في هذه المونودراما الشعريه. أيوة. يعني السؤال ده يؤصل لسؤال اخر عندي، وهو رساله الماجستير الظاهره الدراميه والملحميه في رساله الغفران عند المعري. يعني هذه الدراسه التي اصابتني بالدهشه حقيقه. البعض يصور لنا ان القصه المسرح هذه الفنون وهذه الانواع وهذه الالوان اتتنا بكامل تفاصيلها من الغرب، ونحن ليس لنا اي اسهام تاريخي او حتى بدايات معينه او حتى التعرف التاريخي عليها من خلال الثقافات اليونانيه والتراث العالمي. فهل كانت هذه الدراسة بمثابة وضع بعض النقاط تحت الحروف لتعريف أو للوصول من خلال التراث العربي والإسلامي إلى أن كانت تسيب بذور للمسرح على الساحة العربية والإسلامية تاريخيا؟ أولا فكرة أن المسرح أصل يوناني طبعا، الشكل الأخير اللي وصلنا هو كده، لكن المسرح كان هناك مسرحا فرعونيا مصريا قديما 2000 سنة على الأقل قبل ميلاد المسيح. ودي قضية أخرى يعني تكلم فيها عديد من الأساتذة والباحثين، ولكنهم قاسوا على المكان إن ما فيش دار عرض أو ما فيش يعني فكرة الديمقراطية. الناس كثيرة جدا تكلمت فيها، لكن أنا تناولت نص فرعوني قديم وحللته تحليل وفق نظرية أرسطو، تنطبق عليه كل ما قاله أرسطو حرفيا، ولا علاقة لهم أصلا بأرسطو. يعني ملوش علاقة. ملوش علاقة به، لكن يعني ده يفيد إنه المسرح كان فعلا موجود.